النهارده كيكه الموز. الموز بتاعنا احنا ما هرسناهوش، احنا حطيناه في القاع تحت، فلما بنيجي بنقطعها كده بيبقى الموز صحيح موجود تحت. الوصفه لذيذه جدا، واستعملت فيها زيت ما استعملتش فيها زبده، والكاكاو فيها لازم يكون خام ما فيهوش سكر. الوصفه حلوه وهشه، ووصفه الكيكه نفسها لو عملتوها حتى من غير الموز هي وصفه ناجحه قوي، تقدروا تعتمدوها لكل وصفات كيكه الشوكولاته بتاعتكم وكمان الكب كيك. الوصفه لطيفه قوي، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. لنعمل كيكه الموز والشوكولاته احنا بحاجه لثلاث موزات كبار وكوبين طحين، كوب زيت، كوب ونص سكر، وثلاث ارباع كوب الكاكاو. بدنا معلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقه صغيره بيكنج صودا، اربعه بيض وفانيلا، كوب ونص مي سخنه، وبدنا كمان صوص الشوكولاته. طيب اول حاجه هنعملها هنحط البيض اللي عندنا مع الفانيلا مع السكر وهنقلبهم مع بعض. تمام، الوصفه مش محتاجه ان احنا نحطها في الخلاط في العجان، يعني على طول كده بتخلص معانا. تمام، ممتاز. عايزين بس الزيت، فهجيب دلوقتي زيت كرم كوبايه عشان اخد من الزيت. هنقلب بس ده كده لغايه ما يختلطوا. وصفة سهلة جدا وسريعة ولذيذة، ونكهة الموز فيها بتبقى حلوة قوي. طبعا. بعد ما حطيت دلوقتي البيض والفانيلا والسكر هنحط كوباية من الزيت. اوكي، طبعا انا الوصفة دي يعني عاملاها زمان قوي، بس عملت دايما بعملها وصفة كيكة الشوكولاتة دي بس بعملها بزبدة. لما جربت عملتها بالزيت مش الحال، طلعت لطيفة جدا، مفيش انت لما حطيتي الموز للطعم ولا كمان حطيتي لأ انا عايزة تاني؟ لا لا، الموز محطوط تحت دواير للنكهة للطعم. دواير بس. بفكر حطيتيه بنفس خليط الكيك. لا لا. اورايت. طيب احنا كده هنحط دلوقتي البيكنج باودر والبيكنج صودا والكاكاو مع الطحين اللي عندنا وهنقلبهم مع بعض. ممتاز. وهخلط الكيكه بتاعتنا وكده تبقى الكيكه خلصت، ناقص بس ان احنا نحطها في الصينيه بعد ما نقطع الموز ونحطه في قاع الصينيه. 100%. طبعا بس طبعا لازم نحط شويه طحين وزبده او طحين وزيت في الصينيه كلها علشان الكيكه ما تلزقش. طبعا 100%. ناقص بس الكوبايه ونص الميه المغليه اللي اتفقنا عليها. أيوة. وكده تبقى الكيكة بتاعتنا جهزت. تمام. هنعمل دلوقتي الموز. هنحط الموز في قاع الصينية تحت طبعا، بس لازم يعني يفضل تكون صينية بتفتح من الجنب. أوكي. أوكي، علشان ما تغلبناش واحنا بنطلع الكيكة بالزبط. لأن هي الكيكة دي ما بتتقلبش يعني. أنا ما جربتش أقلبها الصراحة، يعني مثلا ممكن قالب التشيز يعني كيك اكتر يزبط. اللي بتتقلب اكتر يعني هو احسن اللي بتتفتح من النص. ايوه، قالب التشيز كيك مظبوط. مظبوط. اورايت. فبناخد الخليط بنحطه فوق الكيكه اللي عند فوق الموز اللي حطيناه. بندخلها الفرن على درجه حراره 180. أوكي. بتقعد تقريبا من 50 دقيقه لساعه. ممتاز. طيب ممتاز. عندنا هنا دلوقتي ده الشوكولاته دي هي عباره عن 250 جرام شوكولاته وعلبه قشطه. بحطهم بحط الشوكولاته في الميكروويف او على حمام مائي، وبس تدوب بطلعها وبحط عليها القشطه وبقلبها، بستنى عليها تبرد وبغطي بيها الكيكه بتاعتنا. واي كيكه على فكره، مش بس الكيكه دي، وده صوص شوكولا عادي. اوكي، هحط كده صوص شوكولا، وممكن نحط صوص كراميل كمان لان الكراميل بيليق على الموز. تمام. طب انا هحط دلوقتي بس شويه من الشوكليت شيب كده والكراميل. شوكليت شيب